وهي تبين أهم قضية، هي قضية التوحيد وقضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا فهمها العبد عرف الحد الفاصل بين التوحيد والشرك، فلذلك هي في غاية الأهمية. إذا عرفها العبد وفهمها، إذا فهمها العبد عرف الحد الفاصل بين الشرك، بين التوحيد والشرك. وإذا عرفت التوحيد ووفقك الله أن تكون من أهله، فإنك تصير من أولياء الله، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنت تعرف الشرك من أجل أن تجتنبه، كما قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. جزاك الله خير. بدأ المصنف رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وسبق الكلام حول البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه يقول: بسم الله أبدأ تصنيفي لهذا الكتاب. قال: أسأل الله الكريم. بعد البسملة بدأ في الشروع في الكتاب، وهو كتاب مختصر لكنه عظيم الفائدة، وإن شاء الله تعالى سنكمله في هذا المجلس. بدأه بدعاء بعد البسملة: أسأل الله الكريم. لماذا لم يقل أسأل الله الجبار، ولم يقل أسأل الله القوي، وإنما قال أسأل الله الكريم؟ لأن الله تعالى كريم، ولأن هذا الموضع يظهر فيه كرم الله سبحانه وتعالى مما يظهر يعني من المواضع. والكريم إذا سئل أعطى، وهذا المصنف رحمه الله يسأله، فلذلك استعمل هذا الاسم، وهذا من توفيق الله، لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تدعو بالاسم الذي يناسب دعوتك. داير رزق بتقول يا رزاق ارزقني، داير مغفرة بتقول يا غفور اغفر لي، وهكذا. فهنا قال: أسأل الله الكريم. والكريم يتكرم على عبده الله سبحانه وتعالى، ويعطيه ويهبه سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم. وإذا كان هو رب العرش العظيم فهو رب ما دون العرش، رب العرش العظيم. والعرش أكبر المخلوقات، أكبر مخلوق العرش، وليس أكرم مخلوق، لأن أكرم مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك ابن تيمية في المجلد الرابع، نقله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. طيب، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وهذه ثلاث دعوات، كل دعوة تتضمن أمور. الدعوة الأولى: أن يتولاك الله في الدنيا، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي الكريم رب العرش العظيم. ويتولاك، هذا يتضمن أن يتضمن الإيمان، لأن الله يتولى الذين آمنوا. قال تعالى في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت لو دار تبقى ولي في الدنيا والله يتولاك سبحانه وتعالى، يؤيدك
ويكلؤك ويرحمك وينصرك ويحفظك. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فتكون مؤمن وتكون تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون. هسي بتبقى ولي هسي دي مش مؤمن أي وتقي انت بتبقى ولي لله سبحانه وتعالى بنص القرآن. ما إلا الزول يقعد تحت شيخ والشيخ ذاته دجال وساحر ومرات وعندهم وكذاب وتلقاه يدعوك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بغير الله. ده كله ما من الولاية في شيء، بل هذا ضد الولاية. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وإذا تولاك الله في الآخرة نجوت. كأن الله تولاك في الآخرة نجوت، لأن الله تعالى هو الذي ينجي سبحانه وتعالى. قال عن عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هو الله اللي بيصرف عنك النار، وكان ما صرف الله عنك معناه بتجيك تاني بتحاول تدفعها بيديك وبيوشك وما بتقدر. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ماشي عليها ودار التقية بوجهه، ما بتلفح وجهه، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما. إلا من نجاه الله بالتوحيد وبرحمته سبحانه وتعالى. إنها ساءت مستقرا ومقاما. لو دار تقييم فيها وتمش سيئة ما بتتحمل وما بتقدر، وكان بتستقر فيها مشكلة ذاته. لذلك النار نسأل الله ينجينا جميعا منها. وإذا تولاك الله أدخلك الجنة، أدخلك الله الجنة لأنها دار أولياء الله، لأن الجنة دار أولياء الله، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين، عن ربي عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة في الآخرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا تولاك الله نجاك من الشرور كلها. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وإذا ابتليت فإن الله يخرجك من هذا البلاء وأنت فائز. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. المبارك من البركة، والبركة الزيادة، البركة الزيادة. بعض الناس يبارك له في علمه وفي عمره، فيحصل في عمر قليل ما لا يحصله غيره في عمر كثير وطويل. وبعض الناس يبارك له في دعوته فتنتشر أكثر مما تنتشر من غيره من فلان وفلان. وهكذا يبارك بعضهم، يبارك له في جسده وبعضهم يبارك له في ماله وهكذا. وإذا جعلك الله مباركا أينما كنت، فإن عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت، جاء في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني. قال مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، أي عيسى عليه السلام، قال: أي معلما للخير، معلما للخير. هسي زول عبد صلى 10 سنوات ومات، واحد تاني اشتغل دعوة 10 سنوات ومات، الحسنات أكثر ياتو الداعي.
الصلى الفريضة ده ما هو الفريضة دي المتنفل والداعية لازم يصلوها، لكن زول قاعد يتنفل 10 سنوات تمام لكن ما عنده دعوة. واحد تاني ما عنده النافلة دي لكن بينشر في الدعوة مات، مش التاني أجره أكبر؟ لأنه ده بيمشي ده بيستقيم وداك بيمشي وداك وبعد يموت حسناته شنو ماشي، ودي زيادة. يعني لو بعمره العادي قاعد يصليها الأجر ده ما بيلقاه كنافلة، لكن بالدعوة جعله الله مباركا. والزول المبارك أينما كان في كل مكان ينشر الخير، مش دعوته في المساجد ولا قدام أخوانه بس، في المسجد تلقى شغال دعوة، ركب المواصلات زول الجنب بيشتغل فيه دعوة، ماشي في السوق اشتغل في دكان الناس بيجوا بيجي واحد فاضي بيشتغل في دعوة، زول مشغول بيديه كلمات. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان، في كل مكان ينشر الدعوة لأنه مبارك صلى الله عليه وسلم. في البيت ينشر الدعوة، خديجة رضي الله عنها زوجات عائشة رضي الله عنها، ويحفظوا منه أحاديث كعائشة وكغيرها من نسائه رضي الله عنهن. هناك في الحرب يعلم الصحابة في الحرب، وماشين في الطريق يعلمون كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. في السوق يدخل السوق كما في صحيح مسلم يعلم صاحب الخضار الخضار من غشنا ليس منا، اركب الدابة يعلم معاذا رضي الله عنه، في الطريق معه ابن عباس يعلمه يا غلام إني أعلمك، ويحتمل أنه كان رديفا له لكن لم يصرح في الرواية. في البيت ابن عباس ينام مع خالته ميمونة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فيصلي ابن عباس رضي الله عنه في جانب، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهه يأخذه من أذني حتى يقف في الموقف الصحيح، وهكذا يعلم في كل مكان حتى أدركه الموت وهو على فراش الموت يعلم الناس لعنة الله على اليهود والنصارى، يعلم إلى آخر لحظة لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعلم الصبر ويعلم الدعوة والتوحيد والسنة، وهذه هي البركة. محل ما تمش تبلغ الدين، تبلغ الدين. انت الدنيا دي ما عايش ساي، ما في ناس الله قال عنهم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل شنو سبيلا، زي الأنعام لكن قال بل هم أضل سبيلا، أضل من شنو؟ الأنعام. وإن كان الأنعام عندها ضلال في جانب إنه ما عندها عقل، لكن في جوانب هي أحسن منهم كجانبين. واحد أنه ليس في الأنعام مشرك، الأنعام دي كلها ما فيها ذكر مشرك ولا أنثى مشركة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده. فتلقى مشرك يركب حمار، والحمار خير شنو؟ والحمار خير منه، بيجلد فيه، والحمار موحد ما بنادي شيوخ ولا بنادي حمير زيه، وده بنادي غير الله سبحانه وتعالى. فمن جانب، وإن كان الحمار ده ما من الأنعام لكن من البهائم، لكن خلي باقي الأنعام الثانية زي الناقة الإبل زي البقر الماعز الضأن، فتلقى راكب الناقة والناقة أحسن منه. فده جانب. الجانب الثاني يعني البهائم دي تسبح الله سبحانه وتعالى بنص القرآن. الجانب الثاني أن البهيمة خلقت لأمر معين فقامت بهذا الأمر، البهيمة دي ما غلوها الأنعام دي عشان يأكلوها، تطبحها بتستفيد منها بتأكل، عشان تركبها زي الناقة بتركبها بتستفيد منها،
شان تشرب من لبنة تستفيد من جلودها كلهم تستفيد صح ولا يبقى قاموا بالوظيفة ودخل قول شيء معين ما قام به وما خلقت الجن والإنس إلا جنو ليعبدون ما قام به فيبقى البهيمة خير منه خير منه شان كذي قال أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل سبيلا طيب فالذول المبارك ده محل ما يمش بلغ دعوة زول تلقى كان منحرف تاب ما اكتفى بالخير لنفسه دار ينشره بين الناس دار ينشره بين الناس يا رب العزة والجلال قال أو من كان ميتا فأحييناه خلاص بس كذي لا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها لذلك الإنسان ما يكتفي بأنه عرف الحق أنشره بين الناس زول عرف نصيحة محاضرة خير طوالي تمشي ناس البيت تونسهم تديهم الحق لقيت صاحبك تدي الحق وهكذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي صاحبه أبو بكر الصديق أسلم أبو بكر الصديق طوالي اشتغل دعوة أسلم على يد عثمان بن عفان مش كفاية شغلة دي مش كذي كفاية كان أسلم على يدك عثمان بن عفان مش كفاية الشغلة دي لكن في حق الله ما كفاية تاني اشتغل دعوة طلحة بن عبيد الله أسلم اشتغل دعوة عبد الرحمن بن عوف أسلم ديل من العشرة المبشرين وماشي زبير بن عوام أسلم على يده يا جماعة شغال دعوة بغض النظر عن الترتيب شغال دعوة دعوة لحد ما الرسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم هم عاو وجاء فولي الخلافة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان أبو بكر رقيقا فلما ولي الخلافة أعطاه الله من القوة أشد من قوة عمر وكان عمر قويا فلما صار خليفة أعطاه الله من اللين فصار رقيقا وهكذا الدين فالناس ذل خدموا الإسلام خدموا الدين أفضل ناس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من سار على نهجهم وماشيين في الدعوة ماشيين فإذا تسير على نهجهم محل ما تمش بلغ الدين بلغ يا غزول الشغال في شركة مندوب تلقاه مندوب بتاع بسكويت بس شركة بتاعت بسكويت ولبن بودرة وهناك تلقاه مرتاح راكب عربية وبيت وأولاد أموره ماشية شغال في شركة بتاعت بشر ما حقت رئيس زول عادي انت شغال مش في شركة دي ما شركة دي دعوة الله ما بيكرمك بيكرمك اذا كان ده مندوب بيقول للناس اشتروا من الشركة ادوا عربية وبيت انت ظنك بالله شنو وما ظنكم برب العالمين ده شغال دعوة الله تقول للناس يا ناس تعالوا لي الله والله سامعك بتنادي الناس اليوم إلى الله سبحانه وتعالى شكرا رب العزة والجلال قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فجمع بين حسن العمل عمل صالحا وبين حسن الدعوة وبين حسن القول إلى آخره فكان من أحسن الناس فالزول يكون مبارك أينما كان أينما كان محل يخطوك تشتغل دعوة لك والله زول ليش أستاذ كان في المدرسة دي الله ما شاء الله طلبك ما شاء الله محترمين واستفادوا منه وهو إلى آخره نقلوا المدرسة الثانية برضو الناس استفادوا وماشي وقال زول والله كان شغال معي في الدكان ده والله كنت مرتاح بجي متأخر وشغال زول أمين زول محترم وزول ما شاء الله يشغل في التسجيلات وأخلاقه مع الناس طيبة وشغال دعوة تاني ساقه فلان اشتغل معه وهاك في كل مكان يحسن 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 حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وأن يجعلك الدعوة الثانية البركة الدعوة الثالثة وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر أصل إنسان يا في نعمة يشكر يا في مصيبة يصبر يا في تقصير يستغفر كان جماعة من الثلاثة أشياء دي
جمعت لك عناوين السعادة: الشكر والصبر والاستغفار. والله تتكون موفق. دار تعرف زول شقي، الثلاثة أشياء دي بس خد ضدها. زول بتلقى ما بيشكر طوال زهجان، لا البلد وهو دا تلقى زهجان ما بكون سعيد. والما بيصبر ما بيصبر، وتلقاه شنو ما بيستغفر، مواصل في ذنوبه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة شنو ضنكة. لكن اللي بتلقى شاكر تلقى مرتاح. والله لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا ابتلي صبر، يصبر عند البلاء. تصبر، الدنيا دي والله فيها امتحانات كثيرة، بس تصبر. تصحى الصباح ما تشوف، تلقى روحك أعمى، تصبر. عندك قروش اتسرقت، تصبر. عندك أولاد معكرينك في البيت، تصبر. فقر، تصبر. في الدعوة شاكلوك، تصبر. سمعت نبذ، تصبر. كذبوا عليك، تصبر تصبر تصبر. شفت في الدنيا دي تعبان وماشي ماشي ماشي، طق مما تموت ده بترتاح، ترتاح طوال. فروح وريحان وجنة نعيم. لكن انت قبل كده ما صابر، لا ابتلم في النعمة اللي ابتليت فيها ولا ابتلم في الأجر. لكن كان صبرت، قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هم المهتدون. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. ذنوب كثيرة خاصة في بلدنا دي، ذنوب ثقيلة جدا. استغفر بس، اشتغل استغفار، استغفر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ده والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ ذنوب منتشر، ذنوب ذنوب، تمرق السوق ذنوب، شارع ذنوب، وآلام في القلب بسبب الذنوب، آلام. زول داير ينوم ذكر الذنوب، ما زياب. إن جاء قالوا لا تموت السي، ذكر ذنوبه، يخاف. ذنوب ذنوب ذنوب، أمسحها، سحب الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. واصل استغفر استغفر استغفر، لأن الله كان غفر لك. مشيت نظيف أنت بتنجو. شكي الملائكة حملة العرش بيدعو: ومن دعائهم وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فدي الرحمة، إنه الله يوقيك شر السيئات. سيئات دي ما شر، شر عظيم. شكلي انت شنو؟ ابن القيم رحمه الله في الدعوة في 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 الفوائد بين، قال: اذا خالفت المنعم فعصيته فخالفته بنعمه فانك لا تأمن ان يسلب منك هذه النعم. اديك البصر تطلق في الحرام، ناس عميانين ما شافوا. والله انا قعدت مع زول ما بشوف، قلت له: انت ما شفت اي شيء في الدنيا دي؟ قال: اي والله انا النور من الظلمه ما شفته، ولا اي شيء في الدنيا دي ما شفته. واضحك، تقعد معي يضحكك، اضحك واشتغل دعوه. والله قال لي: النور من الظلمه ما شفته، وما بعرفه. تخيل الصباح من الليل ما بعرف ايش، بس الا يوروك ولا يحس بالشغله دي في ليل جاء في نهار. حتى الله عافاك تشوف ام تصبح، بس تصحى كده تلقى كوبايه الشاي تشربها وتعصي الله، تشربها وتقعد ترقص، تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم. انسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعصي الله بنعمه، ولا يعصي الله بنعمه. ما تبارز الله بالنعم يا اخي،
هالزول والله اللي بيحسن لك ده تستحي تديك كلمة محرجة. هذا الزول صاحبك وبيحسن لك والله مش تستحي تغضبه، تستحي تديه كلمة محرجة. قول يا أخي الزول والله معاملته معاي تمام، كيف أنا يا أخي خالفه أو أغضبه؟ خليها خالفه أغضبه يا أخي. الله بيحسن لك بالليل والنهار، إحسان إحسان إحسان، وتخالفه تغضب الله سبحانه وتعالى. وبينعمه بينعمه يا إنسان يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار يا ابن آدم، كما في الترمذي صحاوي الألباني من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالزول يستغفر يا جماعة، استغفر. طيب، قال بعد أن قدم بهذه المقدمات الطيبة، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته. وسبق الكلام عن هذا الأمر، اعلم فعل أمر من العلم، والمراد به هنا تنبيه. يعلم أنا في كلام مهم، أرشدك الله لطاعته، دعا بالرشد، والرشد ضد الغي، وسبق الكلام حول هذا الأمر في الأصول الثلاثة. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم أي دين إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده. والحنيفية سبق الكلام حول هذا أيضا، الميل عن الشرك إلى التوحيد، الإقبال على الله بالتوحيد. طيب، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضحة جدا، دي الغاية من خلق بني آدم، أن تعبد الله وحده لا شريك له، ودي الغاية من خلق الجن، أن تعبد الله وحده لا شريك له. في جن بدل يعبدوا الله مشوا لموا في السحرة وبقوا معاون واوى إلى آخره، وكفروا جميعا وتعاونوا على الشر. وفي إنس بدل يعبدوا الله مشوا يعبدوا عبيد الله سبحانه وتعالى. الله خلق ده وخلق ده، الاثنين قال لهم اعبدوني، قام ده عبد ده، ده فيهم خير؟ وده عارف لابد، عارف ولابد ده فيه خير علي الله؟ الاثنين خلقكم سواء اعبدوه تعبدوا بعض. شوف الشغلة دي كيف، عشان كده شفت المشرك ده بغضب الله سبحانه وتعالى، بغضبه والله الذي لا إله غيره. قال: مخلوق زيك اضنيه، وعنده اضنين زيك، وش ونخر وعيون، تناديه زيك كده ولا تنادي الله العظيم سبحانه وتعالى العظيم؟ قال: فإذا عرفت أنه أن الله خلقك، إن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة، أي عبادة شرعية مقبولة صحيحة، إلا مع التوحيد. عبادة دي ما عبادة شرعية وصحيحة إلا مع التوحيد، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون موحد ومخلص لله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الزول لو عمل أفعال الصلاة وما طاهر وما عنده عذر، دي صلاة؟ ما صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام زول متوضي وصلى، خالف كيفية الصلاة الصحيحة في الطمأنينة في غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. فالصلاة ذاتها ما بتكون صلاة إلا تكون تستوفي الشروط، ومنها الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. فالزول ما داير يضرب لك مثال، قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. زول متوضي 17 مرة وأحدث مرة واحدة،
بيشيلوا وضو ما حدث بيشيلون كذا وبيفضل لسه الطاير وضو ولا كلها شغله خلاص راح كلها امشي توضى جديد طوالي. زول عبد الله 100 سنة جاء قبل ما يموت اشرك بالله بيشيلوا شرك مع عباده ولمون سوى ولا كلها افسده كلها افسده. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو هباء منثورا. انسان يوحد الله ما يشوف موضوع الشرك ده خطير والله الذي لا اله غيره. وزول لما يخش القبر الله ينجي من الشرك والله ده فيه خير. زول لما يخش قبره كده ارقد في قبره ما اشرك بالله وتائب والله ده فيه خير عظيم وده الله بيرحمه والله ده الله بيرحمه. الناس تحرص كل الحرص على التوحيد وعلى الابتعاد عن الشرك وعن أسبابه. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فإذا عرفت في ناس بينطقوا عرفته هي عرفته ويعرف هذه للمستقبل. فإذا قيل كي يعرف فعرف للماضي عرف ويعرف للمستقبل بكسر الراء. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها خالط العبادة أفسدها خلاص لأن الله تعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية التي ذكرت آنفا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه جنوب هباء منثورا. وأحبط العمل وهذه الآية التي بيناها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كما في سورة الأنعام أيضا. وصار صاحبه من الخالدين في النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قالها عيسى عليه السلام. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لأنه الشيء ده خطير يبقى أهم شيء يجب عليك أن تعرفه هذا الأمر أمر الشرك من أجل أن تجتنبه وأمر التوحيد من أجل أن تكون من أهله. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة يعني بعد أن تتعلم لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. جماعة الله الغفور لكن الذنب ده ما بغفره باقي لك مش الموضوع ده خطير هو الغفور لكن الذنب ده شدة ما بغضب الله ما بيغفره لمن مات عليه. أما الذي يتوب قبل أن يموت فإن الله يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيغفر ما دون الشرك لمن يشاء برضو أنت في خطر قد ربنا يتجاوز عنك وقد يأخذك بالذنب لكن الشرك مت عليه وما بغفرك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم كما في سورة محمد. أما الذي يتوب في الدنيا فإن الله يتوب عليه كما في سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب قال وذلك بمعرفة 4 قواعد لم يقل 4 قواعد لأن قواعد جمع قاعدة وهي مؤنث وأربع العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث بعد الثلاثة يعني بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني هذه القواعد أخذت من القرآن واستنبطت وأخذت من القرآن وهي واضحة. القاعدة الأولى يلا أعرف القواعد 4 دي بعد تفهمها تعرف الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد.
تعرف الشرك وخطورته. قال القاعدة الأولى فتعرف الشرك الذي هذه خطورته. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديلك الأوائل كأبي لهب وأبي جهل إلى آخره مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أول قاعدة تعرفها إنه ما مجرد الزول يقر بأنه الله الخالق المالك المدبر ده خلاص بيدخله الإسلام. بديك الدليل أسف لأن الكفار الأوائل ذاته الكفار ذاته الأصل ديلك كانوا بقروا إنه الله الخالق والرازق والمدبر وبعد ده الكلام ده ما دخلوا شنو الإسلام. والدليل قوله تعالى على إنه نازل بقروا الأشياء دي بعد ده ما دخلته الإسلام. قل أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون ذي المنو الكفار الأوائل فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب ما تتقوا بالابتعاد عن الشرك وبعبادته وحده لا شريك. يعني كان مسكت أبا جهل قلت له أبا جهل أنت خلقك منو اللات ولك لا عزة لا هبل لا الأصنام لا خلقك منو ولك الله. يا قلت أبو جهل ذاته والله هو ذاته لو أنت ذاتك خلقك الله يا خلقنا الله على الزيح كذي. يا أبا لهب أنت خلقك منو والله الله خلاص تلتنا أنا برزقكم منو الله. يعني إذا ما برزقوكم لا ما برزقونا على البيدبر الكون الكون ده البيدبر الله. شوف النازل ولسه كفار لا كفار كبار. طيب كفرت كيف بتعرفه قدام في القواعد الجاية. يعني ما زول لقاك في الشارع قال لك الخالق الله والرازق الله والمحيي الله والمدبر الكون الله. أيوة تمام ماشي كويس. في الشدائد بتنادي منه بنادي الشيخ لا لا دي ما إياها ما الإيمان الدائر الله سبحانه وتعالى. أها ولو بتنادي الشيخ أي أيوة بالحقك أي تنادي في الشدائد أي تما شغل دي النازل ما عارفين الخالق الله لكن ما دخلهم في الإسلام. يا أخي إبليس عارف الخالق الله. إبليس مو عارف الخالق الله قال أنا خير منه خلقتني. إبليس ما قال لي وأنا قمت كذب رأي جي الصدفة قال خلقتني إنت خلقتني يا الله من نار وخلقته من طين. يعني مؤمن بالخلق. يقول لك يا مولانا مع الكفار ديل ما مؤمنين بالآخرة. وإبليس قال لك إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم شنو يبعثون. دعا الله ودعا إن يمكث ليمتين. وفي آية ثانية قال فبعزتك حلف بشنو بعزة الله. دي كلها إبليس. وبعد أكفر خلق الله أكفر خلق الله لأنه هو وراء الشرك ولأنه هو الذي يشرك أيضا. قال تعالى في القرآن عن الهدهد وهو يحكي قصة أهل سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم شنو الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخره. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب فيبقى ما مجرد تقول الله الخالق خلاص بتدخلك في الإسلام ولا تقول الله الرازق بس بتدخلك في الإسلام. العبادة بتصرفها لمن تصرفها لله انت أسلمت. لأنه لا إله إلا الله مش معناه بس لا خالق إلا الله. لا
معناه لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله تعالى، لأن الإله المعبود لا إله إلا الله. شو النازل بيقولوا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أمشتان الآيات الثانية، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. ذيك في سورة المؤمنون، وذي في سورة يونس، وهناك في سورة الزخرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هناك في آخر السورة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. عارفين؟ عارفين الله سبحانه وتعالى. وفي الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تاني لما يصلوا الجيفة يشركوا بالله سبحانه وتعالى، عشان كي لما جاءتهم لا إله إلا الله ما قبلوها، خالق الله قبلوها، هاي الخالق الله. طيب لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. نعم عارفين دي الآلهة دي سويناها بيدنا، الأصنام دي ما نحن سويناها، هذا الطين والموية ولخيناه سوا، خلطناه سوا وسويناه، نحن ما ممكن نقول دي خلقتنا، هو نحن صنعنا. لكن بس نحن مشكلتنا كان مشينا لله عديل ما بيقبلنا من مشلي عن طريق شنو دي نعبد دي، ودي تقربنا لله، الله دي لم يقبلها منه. وبين أن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة، فقال تعالى ويعبدون من دون الله في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. معنا الناس مؤمنين إنه في الله، لا وإنه بيدبر الكون الله، وحاجتنا الدائرين عند الله، لكن قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أم بظاهر من القول سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك ده كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب فإنت إذا عرفت القاعدة عرفت هذه، إذا عرفت هذه القاعدة تبين لك جهل الكثيرين اليوم الذين يقولون ادعوا الناس إلى الربوبية. الربوبية أن الله هو الرب، الرب الخالق المالك المدبر. امشوا خشوا المساجد ولك الجبل ده خلقه الله، والسماء دي خلقها الله، والأرض خلقها الله، تمام كلامك ده تمام ماشي كويس هواصل قدام، ويبقى الخالق الله سبحانه وتعالى وما في خالق غير الله سبحانه وتعالى. يقول لك نحن الحمد لله دعينا للتوحيد، دي أبو جهل ما بيختلف معاك فيها، لكن تقول لهم ما تنادوا غير الله، طالما هو الخالق يبقى اعبدوا براه ما تنادوا غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، انت قلت خلقكم لكن اعبدوا دي، وهناك في الآية الثانية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. قل لهم دي وأنتم تعلمون. طيب فالقاعدة الأولى دي واضحة جدا ومبينة. القاعدة الثانية، والقاعدة الأولى دي للأسف في زمننا ده خالفوها، والله خالفوها، شو الخالق الله براو حاسي ناسك ديل هنا بقولوا غير الله بيخلق، غير الله عديل بيخلق. تقول له كيف؟ ولا غير الله بدي الجنة، مش بيقولوها؟ أبو جهل ما قال
هوب البدي جنا ما قال جيبوا لي آية قال فيها كذا ولا حديث ولا في التاريخ ما في. لكن الناس ذي الآن صوفية يقولوا الشيخ بدي الجنة بقولوا ولا ما بقولوا. سقطوا في امتحان نجح فيه أبو جهل الكافر المشرك سقطوا فيه والله الذي لا إله غيره. تجي تناقشوا يقول لك أنت بتتكلم في الشيخ يا زول الشيخ بتاع شنو شيخ بيخلق شيخ بدي جنة. واحد يجي يدافع لك ويقول لك أنت ما فهمت كلامنا يا مولانا ها كلام شنو كلام إنه الشيخ بيدعو الله. هم ما قالوا كذا هم ما قالوا الشيخ بيدعو الله هم قالوا كباشي كم أدى ولد كم أدى ولد دمنه كباشي يلولوا الكلام كيف يغيروه كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي مش دعا الله والله اداك الولد لا ما قال كذا وذاته كباشي ذاته كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل. يعني اشرح لك أكثر من كذا كيف بس الناس اللي بيدافعوا ذيل اشرح لك أكثر من كذا كيف من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. يا جماعة أكثر من كذا يشرح كيف هو يا الناس ذي الواضحين والله أمر واضح الناس ما تغير الناس ما تدافع ساي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خليك زول قوي والله خليك قوي يقول ده حق وده باطل قول الناس ذي الدريبهم باطل بدي الجنة الله ما في كباشي بدي جنة عليك الله مش لهم في نصهم مش بيقول لك كذا يقول لك الدعاء قولون يا جماعة هوي البس على الله الله بدي جنة لكن ما في كباشي بدي جنة امشي قول لهم كذا في نصهم شوف تمرق بكرعيك ولا تمرق بين الجاله زي لعيبه الكوره ذيك يمرقوك بين الجاله يقول لك وهابي جابوا هنا يا زول خلي وهابي الكباشي ما بدي جنة لا ليت وهابي بس حجتهم كذا انت وهابي بس يا اخي انا اقول وهابي قول انا من ريخابي عديل كذا انت وريني انت الموضوع ده كيف يا ناس الموضوع ده ما واضح الله حيرونا ذاته.